ما هو الجامع المشترك بين الكتاب المقدس والأطلس ورواية غرامية لسوزان سومير للوهلة الأولى؟ لا شيء سوى المصير، إذ إن مصير هذه الكتب كان النسيان والإهمال، إلى أن بعثت مجدداً في هذه المكتبة البولونية في فارسوفيا والتي تسمى مقبرة الكتب المنسية. توجد كتب كثيرة هنا، ويبدو من الصعب المجيء بنية إيجاد كتاب معين. ولا تتوقع كذلك الحصول على أي معلومة عن مكان وضع الكتاب مثلاً، فكل شيء هنا في الفوضى، وهذا ما يستدعي التنظيم لإتاحة التجوال على 5000 كتاب معروضة هنا. معظم مجموعتنا جاءت من متاجر الأنتيكة. لدينا كتب موجودة على الرفوف منذ فترة ولا أحد اشتراها، ونحن لا نقوم برميها. الأصالة هي ما تهدف إليه هذه المقبرة الأدبية القائمة تحت المكتبة الجامعية في فارسوفيا، وبأقل من 10 يورو سعر بطاقة الدخول بإمكان الزائر أن يغادر محملاً بالكتب التي يريد. إنها جنة حقيقية بالنسبة إلى هذا الولد البالغ من العمر 9 سنوات. من الصعب أن أجعله يأكل عندما يقرأ، وكذلك عند ضرورة إطفاء النور. هل ستقرأ كل هذا؟ بالطبع، ولكن ليس في اليوم نفسه. وكبرهان على نجاح الفكرة، حوالي 50,000 كتاب أصبح في متناول القراء في أسبوعين، والمنظمون يأملون زيادة المجموعة لغاية الميلاد. أما الزوار فلقد انتقل همهم من صعوبة الاختيار إلى صعوبة نقل الكتب.